أي الدار أحباب المحبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا. حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وفي هذه الحلقة المتجددة معكم من حديث الدار في هذه المجلة التلفزيونية نسعد بكم وبصحبتكم في خلال هذه الساعة. حياكم الله بياكم، وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات. حياكم الله في هذه الليلة في حديث الدار، والدار داركم والمحل محلكم. وحياك الله أبو عبد الرحمن. حياك الله أبو حسان، هلا وسهلا. في أحد شاب شاغلك؟ شوفنا لا نختم البرنامج. إيه هنا عندنا بعض الشباب عندهم مواعيد مصورين، فيقولوا إذا ودنا إذا لم تخلصون إن شاء الله بنخلص بس البرنامج وبعدين إن شاء الله نقفل الحلقة. نتعشى مع بعض. نتعشى مع بعض. نأخذ فاصل وسائل التواصل، لكن راح ننبه إن شاء الله على أمر مهم جدا 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 بعد هذا الفاصل فيما يخص المبادرة التي أطلقت من منصة حديث الدار. تابعونا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا. حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا. حياكم الله من جديد. أحمد كنا نتناقش في الفاصل عن الفقرة رسالة المساء، فهي رسالة المساء عن العلاقة مع الطفل، علاقة الأب مع الطفل. فيقول أحمد الطفل ذا ما كبر لم يتحقق الكلام عن الطفل. الله يتوب عليك. لكن أنت كنت يوم طفل من الأطفال زيك، كنت طفل كمان. وكان يعني كان يمكن أسرتك يتمنون يسمعوا برامج عن الطفل وعن علاقة الأب بأطفالهم، لكن ربنا لطف بحالهم وما سمعوا منك. الله المستعان. طيب الله يبارك فيك ابو حسان. نحن اليوم علاقتنا مع الطفل هي ممتدة من 8 شهور والى اليوم، وتستمر العلاقة مع الطفل ومستمر. نعم، لانه الطفل هذا هو الذي سيكبر وسيشب، ومن ثم سيقود الام وسيكون له مكانته وله صولاته وجولاته. فلاجل ذلك الحديث عن الطفل لا يمل، ولا بد أن يكون حاضر معنا، ولا بد أن نجدد ونبتكر الأساليب المناسبة لهذا الطفل حتى نكون العلاقة الوطيدة التي تسمح بنشأة الطفل نشأة سليمة وقويمة، ولا يكون مهتز في ثقته، ولا يكون مهتز في شخصيته أمام الناس. جميل، ما دام أنه في زواج ففي أطفال إن شاء الله. طبيعي، هذه علاقة وطيدة إلى أن تقوم الساعة. لا شك أبو عبد الرحمن يعني هم الغرس والنشأ. صحيح. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يمكن إحنا اليوم نختص شوي ونصغر الدائرة ونضيق يعني الحوار حول الموضوع، يعني كيف يستطيع الوالد أن يبني علاقة قوية متينة مع هذا الطفل أيا كانت مراحل عمره. وأنا يعني إن صح التعبير ممكن نتكلم من أول الشهور الأولى، يعني أحيانا سبحان الله يشعر الطفل الصغير وهو في مهده، لأنه يعني حتى رضيع الآن في بداية عمره وفي بداية انطلاقه في الحياة، يشعر بهذه العلاقة الوطيدة. من أهم الركائز التي تقوي علاقة الطفل بوالديه هي علاقة الكبار ببعضهم. أول شيء علاقة الوالدين ببعضهم، قوة علاقة الوالدين، محبة الوالدين، تلاؤم، التقارب، التلاحم، الانسجام، هذه كلها تقوي الصلة. وبالتالي الطفل، وهذه يعني تقال في عند علماء التربية، الطفل ما هو إلا نتيجة
سلوك غير نتيجة سلوك غير غير معتاد عليه من قبل الآباء، سلوك طبيعي، ليس سلوك يعني مستقصد في التصرف. السلوك الحياة الطبيعية هنا يتشكل الطفل، وبالتالي تشكل نفسيته، تشكل علاقته، تشكل صحته، اهتمام الأم بصحة الطفل، يتشكل فكره إذا كان فيه اهتمام بالفكر، وهذه يعني وعليها فقس. واحدة من الأشياء المهمة في تكوين علاقة وطيدة وقوية مع الطفل، كون لهذا الطفل بيئة استكشافية. يعني حاول أنك تخلق له مناخ يستكشف فيه الطفل، في ذاته يحب الفضول، يحب يكتشف، لأنه هو جديد على هذه البيئة، جديد على هذا المجتمع، جديد على هذه التكوينات المادية اللي حوله، فعنده حب فضول عالي جدا أنه يستكشف، يعرف هذا حار، هذا بارد، هذا موية، هذا صالح، هذا ضار، هذا ينفع، هذا ما ينفع. لكن كل ما أنت خلقته هذه البيئة، وكانت هذه البيئة بيئة آمنة له، بحيث أنه لا تجلب له الويلات ولا تجلب له المضار، وكانت هذه البيئة جذابة، وسمحت له أن يستكشف بكل أريحية، بدون تعنت، بدون تخوف مبالغ فيه، بدون تصادم مع الطفل في أنك تمنع من رغباته، وكل ما كنت أنت مساعد له في ذلك، كل ما كان الطفل على ثقة وعلى وعي وعلى نبوغ يحتاجه في مسيرة حياته. جميل. من الأشياء، وخلنا نخش كذا فيها سريعا، سردنا ما شاء الله كثيرة، نقاط كثيرة. يا أخي، التعبير بمشاعرك تجاه أولادك سواء كان صغير ولا كبير، يا أخي، وأنت تقول له كذا، طالع فيه كذا بنظرة حانية، يشعر فيها أن النظرة هذه نظرة أبوي المرة هذه نظرة حانية، ما هي مثل كل مرة، نظرة فيها نوع من القسوة والجفاء، ها؟ تنظر كذا بنظرة حانية، تقول يا حسان، نعم بابا، بابا أنا أحبك. السلام. ممكن الولد ينصدم طبعا، كذا ينجلط على قولهم، يتعب نفسيا، لكنه تؤثر. صحيح. طيب، كيف تسمع في اليوم مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، 20 مرة، بابا أنا أحبك. يوم تناديه، يا أخي، محمد صلى الله عليه وسلم كان ينادي يا عمير، يا عمير، يا عائش. نعم. يا أخي يا أخي، اجعل بينك وبين طفلك هذا، يا أخي، وصله كذا بينكم، ترى ما هو عدو هو. صحيح. ولا هو جاء من الشارع، هذا ولدك، ابنك، وربما عفونا أبو عبد الرحمن مقطع كلامك، ممكن نتعامل ترى مع الناس بتعامل جميل وراقي ومتميز، والكلمات الرنانة والكلمات كل شيء، بعد قلبي يا عمري أنت، هلا حبيب قلبي، إيه قلبي، إيه يلا جايك، إيه عيوني. وإذا جاء دخل البيت وعند أولاده، لا إله إلا، لكن ما تشوف إنه هذا فيها تفسير مبدل؟ يقول لك أنا الناس اللي برا أقابلهم، يعني أقابلهم ساعة في اليوم، نص ساعة، بين وبين أقابلهم، فيشوف منه الوجه الحسن، لكن هذا الطفل يعني أنا شايف مصايب وبلاوي وإزعاج، وأنا راجع البيت أبغى أرتاح، هو نط فوق راسي وزعجني. فلأجل ذلك يقول يا أخي معلش، انت لا تحكمني بعلاقتي مع الاخرين، مع الطفل، ولا الا نتيجه النظره هذه حصل السلوك السلبي في البيت. جميل. يعني لو كان في سلوك ايجابي، يا اخي الطفل طبيعي انه يجري، طبيعي انه يصارخ، طبيعي، لكن انت لابد انت اصلا يكون عندك استيعاب، ادراك، تكون متعلم يا اخي، يكون عندك ادراك انه لكل مرحله طفوليه لها سماتها، صفاتها، شخصيتها. يا اخي، الطفل اللي ما يلعب مريض. صحيح. الطفل اللي يقعد ناقص في البيت رضا مريض، الطفل اللي جالس في مكانه كذا فوق الكنب وداخل راسه تقول ده مسخن، في شيء، سلامات، في شيء فلان، لا والله ليه تعبان، انا عكس المألوف. وبالتالي فعلا يا احمد، نحن بحاجه والله، وانا اقولها على الهواء، اسمحوا لي المشاهدين، جماعه الخير، اقتربوا من ابنائكم، قولوا انا احبك يا حبيبي، والله يا اخي ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقبل، قال وتقبلون صبيانكم، كانه شاف شيء خارق العاده، شيء غريب. قال نعم، لا أملك إلا أن أقول نزع الله القلب، قال لي عشرة من الأولاد، عشرة والله ما قبلت فيهم واحد. قصوة يا أخي. ثم قال أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، يا أخي، إذا كنت رحيما بابنك وابنتك يا أخي كن قريب، يا أخي تنازل لهم، كن طفلا لطفلك. ولا تظن أن كل العلاقة بينك وبين طفلك هي علاقة مادية، أنك جبت له حلاوة وجبت له لعبة وجبت له بلايستيشن، هي حاجات، هذه حاجات، لكن لا تشبع الرغبات. صحيح. ولا تشبع ما يريده الإبن منك من عاطفة ود وكلمة طيبة وحلوة. فلجل ذلك نحن نفرق، لا يقول واحد والله أنا ما مقصر مع جماعته، مع أهلي وعيالي، لا، أنت مقصر معهم في العاطفة. صحيح. مقصر معهم في الحب، في الود، وهذا ما يطلبه أكثر من الأشياء الثانية. جميل. من الأشياء اللي تقوي العلاقة مع الطفل، يا بابا أبغى شباصة، إن شاء الله. أصبح الطفل يكره كلمة إن شاء الله هذه كره، لأنه متعود أنك إيش؟ أنا سحبة، متعود أنك زحلقة، متعود أنك ما تجيب شيء أصلا، وبالتالي
من أقوى ما يقوي علاقتك بطفلك أن تقوي الوعد والعهد، أو أنك لا تعطي وعود. إذا قلت شيء يعني مثلا إن شاء الله بابا أنا إذا قدرت أني أجي بعد العشاء اليوم وأجيبها أبشري، لكن إذا ما قدرت سامحيني يا بابا، خلاص انتهى الموضوع. أنت قاعد تربي طفلك على فن الاعتذار، فن التسامح. هذه مثالية يا أبو حسان؟ مو مثالية، لا والله ما هي مثالية هذه، لكن أننا إحنا ما عشناها أصلا، إحنا عشنا فوضى ترى، وبالتالي لا نشعر بقيمتها، وبالتالي ينفلت أبناءنا من بين أيدينا ويضيعوا يا أخي، ويصبح والله أولادنا والله يتشوف لما عند الناس وقد يكون متاح في أيديهم بسبب هذا السلوك وهذا التعامل. كلامك لا يمل يا أبو حسان، لكن من الأخصائي النفسي اللي معانا في الاستديو محمد بن غباشة ننتقل إلى الأخصائي النفسي. ترى عندي شيء كثير باقي والله، أحلى ما فيك، شوف محضرة والله كثيرة. أحلى ما فيك أبو حسان أنك تتقمص الدور. الله يثيبك. يعني قلت لك الأخصائي. طيب نتابع إياكم مشاهدينا الكرام مع الأخصائي النفسي الأستاذ مصعب شاهين، وحديث جميل ومهم جدا في بناء العلاقة مع الطفل. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا. نرجع للعبة هذه، نزلت أنا وأسامة السوق واشتريناها ب20 ريال من أحد المحلات، وأنا أعرف أنها تباع بأرخص من كذا، وقلت له أسامة بيعها لأصحابك في المدرسة. اشتريت له 10 حبات وقلت له بكيفك، هي ب20، تبغى تبيعها ب20 ما تبغى تكسب، تبغى تبيعها بأكثر، لكن انتبه لا تضحك عليهم وتبيعها بسعر غالي. طبعا أسامة لقى نفس اللعبة هذه في المدرسة تنباع ب60 ريال، وغرس فيه قيمة مهمة من خلال الإرشاد أنه لا تخدع الناس. انت ممكن تقول له ترى الناس يضحكوا عليك واو، بس ما حيوصلوا غير لما هو يطبق وهو فعلا يشوف الفرق ويعرف قيمة انه يكون قيمة ثانية. وصلتها لأسامة من خلال هذه اللعبة، يلعب هو وصاحبه، اللي يفوز ياخذ حقه الثاني، وقلت له هذه مشابهة للقمار لذا تجنبوها، بينما استخدامات كثيرة لها هي ممتعة بالنسبة لهم، خلهم يستمتعوا فيها ويعيش معاهم هذه المتعة، وخلك في صفهم دائما يشعروا بالعلاقة. حينها لما تقول له لا على شيء راح يقتنع بالله، لأنه يعرف أنك دائما معه، دائما في صفه، أنك تفهمه، أنك تعيش يومه. والأسوأ من هذا أننا لأننا منزعجين منها نهول الموضوع تهويل خاطئ، أو نفسر تفسيرات ما أدري من وين جاءت، أنها تسبب الحول. كيف تسبب الحول؟ أو ربطها بحلال أو حرام، أو تعميم ضياع الفلوس فيها. لا يا جماعة، اللي يضيع فلوس هذا خلل فيه، مو في اللعبة. اللعبة رخيصة وتنباع في أماكن رخيصة، وتأليف قصص وأبحاث علمية إنها مضرة. والأسوأ من هذا لما نجي نربطها بعقيدة وحلال وحرام. اتقوا الله يا جماعة، يعني بالله عليكم لما يجي طفل يشوف الصورة هذه، أو أب يقتنع فيها ولا أم، صورة زي كده وجنبها رجل دفاع مدني، أكيد الموضوع مختلف تماما يعني. لكن شوف التحليل هذا تسطيح، ولا يولد عند الطفل مهارة ولا ملكة في موضوع التفكير واتخاذ القرار. ويعطوها كده كم أسبوع وراح تسبب هذه السرطان وأشياء في العقيدة والماسونية وانت ماشي، وللأسف تجد أم قلقة تصدق، ثم تدخل في حوار عقيم مع أبنائها. هذا الحوار يسبب فجوة في العلاقة، وخذوها قاعدة أختم فيها. التجاهل والتساهل لبناء علاقة مع ابنك أولى من التشدد ثم النتيجة قطع العلاقة. فينبغي أن تكون أولى اهتماماتنا هذه العلاقة الحميمة اللي تجعل الأبناء ينتمون لنا ويشاوروننا ويشعروا معنا بالأمان والدفء. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم في حديث الدار، وصفحتنا ما زالت صفحة تربوية عن علاقة الطفل بأطفاله بأبنائه داخل أسوار البيت وكذلك خارج أسوار البيت. من الأشياء المهمة في علاقتنا يا أبو عبد الرحمن بأطفالنا، يا أخي خليه يساعدني، أنا أعطيه فرصة أنه يساعدني، بمعنى أنه إذا مثلا دخلنا نقضي في السوبر ماركت في كذا، أقول لي بابا شوف هناك في زبادي، أعطني ثنتين. أنت قاعد تربي أصلا على كيف يشتري، نعم، وفي نفس الوقت يشعر بثقة مسؤولية يساعدك في البيت. طيب البنت تعودت أنها إيش؟ رفعي شيلي ساعدي أمك نظفي جهز القهوة كذا، أصبحت يعني خلاص متقمست شخصية أني أنا لازم، هذه حياتي التي أجلها خلقت. شيء حلو وجميل وطيب، لكن في المقابل يا أخي اجعلها تسترد بهذه المساعدة، ليس إجبارا.
بمعنى انه في البيت خلاص الولد هو اللي جالس ويخدم، وجيبي لي كاسه مويه وجيبي لي كذا، والبنت اللي بس تساعد. لا، لابد ان يشعرون ان هذه السعاده هي متاحه، وقد تكون فيها خيارات اختيار باسلوب جميل وجذاب، وفي نوع من التنازل والنزول. وفي نفس الوقت ابو حسان لا يشعر الابن هو جالس معك انه حتسرد له قائمه من الاسماء المميزه المجتهده اللي حققت نجاحات، اللي هي ما شاء الله في اخلاقها حلوه، اللي تسمع كلام ابوها. وطيب انا فين موقع يا بابا؟ انت انت زيهم، شوف فلان، شوف ابن الجيران، شوف ما شاء الله تبارك الله كيف يمشي مع ابوه هو محترم، شوف هذا الدمار. يا سلام، لا المقارنة. لا يشعر ابنك انه هو دائما في القائمة السلبية، بينما الاخرين ما شاء الله تبارك الله عندك كمال ومنزهين ورائعين، وانت يا ولدي عندك مشكلة في اخلاقك وفي سلوكك. سلوك المقارنة ترى فيه اهتزاز كبير جدا للثقة عند الابن، بل أعظم 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 اهتزاز في الثقة أنه لا يستطيع أن يدنو منك ولا يقرب من محادثتك. صح، لأنه يشعر ينفر. نعم، في القائمة السلبية حولك. صحيح، أشجع ابنك، اذكر له إيجابياته، يعني سوي زوم كذا كبير على الأشياء الحلوة اللي أنجزها، حتى ولو كانت بالنسبة لك مهي شيء، لكن عند ابنك لما تذكرها حاجة كبيرة، لها قيمة، ويكون لها قيمة وأثر كبير في حياتك. جميل. الصراخ، الانتقاد الدائم، يعني الصراخ، يعني علماء النفس يعدون ان هذا الصراخ كارثه تربويه. نعم، لانه يدمر شخصيه طفل مسكين في براءته. يا اخي، البذاءه في القول والفعل. بعض الناس ما ينادي اولاده الا باسماء حيوانات، بالفاظ سوقيه، بالفاظ على قولهم بالعربي الفاظ شوارع. جميل. العقاب والعنف، التعامل الجاف، الى اخره من هذه الامور وغيرها. الصفحه التربويه صفحه في هذا ثرية. الجانب ونحن يمكن مثل ما ذكرنا في بدايه الحلقه تطرقنا كثيرا عن الحديث حول الاطفال وحول الابناء، سواء بحديث عفوي، باستضافات، بلقاءات مرئيه، بتقارير متنوعه. وترى هذا كله والله لاهميه الموضوع ولعظيم تاثيره على سلوك الطفل. وكلما تاملنا انه هذا الطفل هو من سيقود الأمة، هو من سيكون له مكانة في الأمة. يا أخي محمد الفاتح رحمه الله كانت تأخذ بيده أمي كل يوم وتوقفه على أسوار القسطنطينية. السلام. تعشم بالأمل أنك أنت يا محمد في يوم من الأيام من ستقود الأمة لتفتح هذا الحصن الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ودعا لهم بالخير والبركة. هذا العشم ترى نحن اليوم نفتقده. صحيح. البخاري ونحن نسمع وعرفنا عن البخاري، لكن هي بكلمة من يجمع تراث محمد صلى الله عليه وسلم حفزت فيه وحركت هذا الطفل اللي هو اليوم في 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 أعيننا صغير، لكن يقينا في يوم من الأيام إما أن يكون عالة على المجتمع سيكون، وإما أن يكون قيمة مضافة يحقق للأمة مجدها. جميل، الله يحفظك يا أبو عبد الرحمن. الكلام في الصفحة التربوية كلام شيق وماتع وثري، وإن شاء الله يعني الصفحات فيه تتوالى خلال الحلقات القادمة. نحن نسافر بكم من هنا من جدة إلى القصيم، وهذه المداخلة مع الدكتور محمد بن عبد الله السيف، مدير عام جمعية أسرة والمشرف العام على مركز التثقيف الأسري. حياك الله دكتور محمد. الله يحييكم جميعا ويحيي المشاهدين والمشاهدات. حياك الله بياك، أهلا وسهلا، نحن سعداء بك في هذه المداخلة. وحبذا دكتور محمد في مطلع هذه المداخلة تحدثنا عن فكرة هذا المركز، مركز التثقيف الأسري، وكيف بدأ وكيف انطلقت فكرته؟ طبعا عفوا، قد يكون الآن اللي متصل بموضوع الحلقة هي أكاديمية قادة المستقبل. أكاديمية قادة المستقبل هي للنشأ ومن الصف الخامس ابتدائي فما فوق إلى ثالث ثانوي. جميل. فهو لعله هو الذي مرتبط بموضوع الحلقة. نعم. طيب. ولو كلمت عن فكرة هذا المشروع، هو فكرة إعداد قادة المستقبل، ونبذة مبسطة عن ماهيته وتفاصيله وأبرز برامجه. طيب، هو هذا المركز وهذه الأكاديمية الله يسلمكم يعني تعنى بغرس الروح القيادية لدى النشأ، بحيث أنه يكون مؤثر في مجتمعه، خادما لدينه ووطنه، من خلال اكتساب مهارات قيادية واجتماعية، مهارات في التفكير، في حل المشكلات، في إدارة الفريق العمل، في الحياة الاستثنائية، في التعامل مع الآخرين، في الحوار، في عدد من الدورات والمهارات التي تؤدى نظريا من خلال دورات معتمدة من المؤسسة العامة،
ومن خلال أيضا الممارسة العملية عدد من التطبيقات والأنشطة يوميا. طبعا البرنامج يبدأ أربع ساعات أو يمارس أربع ساعات يوميا في الفترة المسائية. جميل. المراحل العمرية دكتور محمد المستهدفة في هذا في هذه الأكاديمية؟ طبعا هو يبدأ من الصف الخامس ابتدائي حتى الثالث ثانوي بنين وبنات. طيب دكتور محمد البرنامج هو من الآن بدأ ولا سيدشن إن شاء الله بعد رمضان؟ متى بالضبط حيبدأ البرنامج أو متى فعالياته؟ البرنامج الله يسلمكم يعني عمره الآن العام السادس. نعم. وهو يبدأ من أول يوم في الدراسة حتى نهاية الفصل، ثم يبدأ الفصل الصيفي، يعني هو مستمر طوال العام بإذن الله عز وجل، وهو في عامه السادس طبعا. جميل. لو أتاكم متقدم إلى هذه الأكاديمية وسألكم ما هي أهم البرامج التي تقدم من خلال هذه الأكاديمية، أكاديمية قادة المستقبل؟ أهم البرامج طبعا لما يجي الشبل الفترة المسائية يأخذ طبعا الدرس القرآني تلاوة وحفظا، ثم مذاكرة الدروس، ثم أيضا الأنشطة وممارسة الدورة التدريبية، ثم الرياضة طبعا، بالإضافة إلى عدد من الزيارات واستضافة القيادات الوطنية وأيضا المشاركات المجتمعية المتعددة. طيب المخرجات المتوقعة من هذا المشروع دكتور محمد؟ المخرجات يعني الحمد لله، يعني من خلال ما لمسنا ورأينا عدد من الشباب الذين ونش يعني قبل ما يكونوا الشباب فترة الطفولة، نلاحظ يعني أنه الآباء يعني مثل ما تفضلتوا واستمتعنا بعدد من الاستنارة التي أضفتموها حول التوجيهات التربوية، فنحاول أن نطبقها في الأكاديمية بحيث أنه يكون هذا الشبل لديها الثقة بنفسه، لديها الجرأة، لديها التعبير عن دواخل نفسه، أيضا في الوقت نفسه يعني لديه إمكانية أن يكون مؤثرا إيجابيا في بيته. جميل. يعني مثل ما تفضلت يعني أنه يكون له دور في المساعدة، في أيضا قضاء حوائج أهله، في تقديم برامج مفيدة، في قضاء حوائجه من غير ذلك. فيعني هذا أحد المخرجات. من المخرجات أيضا أنه يمارس القيادة العملية في مدرسته، في محيطه، في حي أحيانا، من خلال يعني تكوين الفريق نحو تحقيق هدف معين مشترك، نحو أيضا مشاركات مجتمعية أحيانا ومدرسية. فهذا عدد الحقيقة من المخرجات. جميل. دكتور محمد نختم بهذا السؤال، ماذا عن الشراكات بما أنهم في المراحل الدراسية، ماذا عن الشراكات مع الجهة التعليمية، مع الجهات الحكومية، مع الشركات الخاصة؟ في شراكات، وهل هذه الشراكات كان لها فعالية، كان لها دور في النهضة بهذه الأكاديمية؟ طبعا في شراكات يعني مثمرة ومؤثرة الحقيقة، على رأسها شراكة مع إدارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني، وأيضا معاهد خارجية، معهد كايزون، وعدد من الجهات الحقيقة. لكن إن سمحت لي أستاذي الكريم حول موضوع طرحته قبل قليل. سمت تفضل. يعني تفضلت انه احيانا اسلوب المقارنه يعني احيانا يكون محبط للطفل والنشوة، وهذا صحيح، وهذا نحاول الان ان يعني نوعي الطفل نفسه والشاب من خلال دورة تدريبية اسمها الذكاءات المتعددة. للأسف اللي شايع عند كثير من الناس وكثير من الافراد انه الذكي عندنا هو المتفوق دراسيا. صحيح. جميل. صحيح. جميل جميل. وهذا وبالتالي فيصنف من لم يحالفه أو ليس لديه الميول أنه ضعيف قدراته، أنه يحتاج إلى أنه لا ينفع، أنه لا. وهذا الحقيقة شيء يعني ربما يقضي على حياة الطفل أو الشاب، بينما الذكاءات متعددة، هذا ذكاء اجتماعي، هذا أدبي، هذا عاطفي، هذا مؤثر، هذا فعدد من الحقيقة. فعندنا حقائب اسمها الذكاءات المتعددة نوصلها إلى أبناء الآباء والأبناء في نفس الوقت، من أجل اكتشف ما هو الذكاء الذي يتميز فيه ابنك لتنميه فيه، وبالتالي فيكون دوره يعني قياديا ومؤثرا في المجتمع. الله يقويكم دكتور محمد عبد الله السيف، وأنت مدير عام جمعية أسرة والمشرف العام على مركز التثقيف الأسري، وكان لك حديث جميل الآن استمعناه،
وهو في إعداد قادة المستقبل، هذا المشروع المنهجي التأصيلي والتأهيلي لقادة المستقبل. نتمنى لكم كل توفيق ويحالفكم إن شاء الله كل نجاح في مسيرتكم. شكرا لك. يعني نظفة بزيارة كريمة من المشاهدين ومن المقدمين. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك العافية. استمعنا إلى هذا النموذج الجميل لهذه الأكاديمية. استمعنا، دعونا نرى جمال هذه الأكاديمية من خلال هذا العرض ثم نتابع. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. يبا سم يبا شو المعادلة ذي أجعز تهنى؟ خاف يعطيني استاذ ضعيف باختبار. خلى شوف. سهلة بس ما أدري شلون تجي. يمكن عشاني غايب أمس ما فهمت الدرس. طيب ورا ما تسأل واحدة من ربعك؟ أصبح خاش مقروب. أنا صراحة يا وليدي لو أنا عارف أشرح رياضيات شرحت لك، بس عاد الشكر الله. واحد يقول ورا ما تجي مدرس خصوصي. ما أدري، نشوف إن شاء الله. واحد يقول أكاديمية. أكاديمية؟ وش الأكاديمية دي؟ هذا خوي عزام الأول بفاصل، شخص قياد ما شاء الله عليه، يقول الأكاديمية زين وزي كذا. قلت له ما أدري، أنا أخاف أبوي عيي وما يوافق. قبل ما أوافق خل نزور هالأكاديمية ونشوف بعيوننا ونسمع بذاننا. هنا نصنع الثقة ونبني الطموح، هنا لا نبيع الأحلام بل نجعلها واقعة، تمثل في أكاديمية قادة المستقبل. خلال 5 سنوات من العطاء المتواصل والجهد المتكاتف تطلع جمعية يسرى ببريدة ومن خلال أكاديمية قادة المستقبل في بناء عقول وأنفس تتمتع بروح قيادية عالية ومهارات تفكير متميزة، وهذه البرامج تمر بمراحل من الإعداد المتقن وفق أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى برامج مساندة ثقافية ورياضية. لم أكن أتوقع أن أصل إلى هذا المستوى من التمكن في الحاسب الآلي بالطباعة والبرمجة والقدرة على التحليل عبر البيئات الافتراضية في الحاسب الآلي. لأكثر من 600 ساعة تدريبية يقضيها القائد الصغير خلال 3 سنوات في الأكاديمية في دورات تدريبية بقاعات مجهزة بأحدث متطلبات البيئة التدريبية، يقدمها مدربون معتمدون من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومختصون بتدريب الناشئة. منذ التحاقي في الأكاديمية خلال 5 سنوات تلقيت العديد من المهارات العقلية والإدارية والتربوية، استطعت من خلالها التغلب على الكثير من الصعوبات الدراسية والحياتية في هذا المحضن الرائع. عدد من المجالات التدريبية يتدرب عليها الطالب، وهي المجالات الإدارية، وهي مجموعة دورات يتمرس فيها الطالب على مهارات القيادة وحل المشكلات التي تواجه في يومياته وتطوير ذاته وحسن التعامل مع وسائل التواصل والإنترنت الآمن. المجالات الاجتماعية، وهي مجموعة دورات تهتم بفن التعامل مع المقربين مثل بر الوالدين والمجتمع القريب وتعزيز مبدأ الثقة بالنفس والتفاعل مع محيطه الكبير كحب الوطن والاستعداد للتفاعل مع المشاريع التطوعية. المجالات السلوكية، وهي مجموعة دورات تهدف إلى تطوير ضبط الانفعالات النفسية وحاجة القائد لتلبية مشاعره والتعبير عن موقفه ورأيه بتجرد. مجالات التفكير، تدرب الطلاب على استراتيجية سكامبر والقبعات الست، وتهدف إلى إكساب المتدربين مهارات التفكير الإبداعي وتطوير المهارات في مواجهة المشكلات، إضافة إلى مجالات متنوعة مثل مهارات التفوق الدراسي ومهارات التأمل في إبداع الخالق في النفس والكون ومهارات أخرى. ومن أكاديمية كايزن الكندية تم اعتماد جميع البرامج التدريبية وتحكيمها وفق معايير عالية الجودة والمخرجات. في الحقيقة أنا ممتن دائما لأكاديمية قادة المستقبل، نظير ما لمسته فعلا من تغير إيجابي في سلوكيات ابني وما انعكس عليه من صفات قيادية كان لها يعني دور كبير في تخطيه أو استطاعته لمواجهة بعض الصعوبات، وكذلك
ساعدته في التعامل مع الآخرين بشكل فعال، كذلك التعامل مع زملاء داخل البيت، كذلك انعكس ذلك على مستوى الدراسي، على إذكاء روح التنافس لديه. كل هذه الأمور إيجابيات، أتوقع أنه الأكاديمية كان لها الدور الأكبر في وضع بصمتها وصقل شخصية ابني بشكل إيجابي. تتوسع المدارك وتتضح الرؤية وتتنامى التطلعات، يتقن أدواره في الحياة بما يتناسب مع عمره وما تتخلق حوله من متغيرات، متمسكا بدينه، منتميا لوطنه، فاعلا في بيئته بإيجابية ومسؤولية. عندما يحين المساء يبدأ العمل واستغلال الوقت، فيقوم الملتحق بالأكاديمية بمذاكرة الدروس وحل الواجبات، التدرب على مهارات القيادة والحياة، التعلم على مقررات اللغة الإنجليزية، قراءة القرآن بتدبر وحفظ المتيسر، اكتساب مهارات التعامل وتطوير الذات، ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والرحلات والزيارات. عرفت ليش عزام الأول علينا، عنده هالثقافة والصفات القيادية. وأنا يا وليدي لك علي يومياً أجيبك لها الصرح الشامخ، أكاديمية قادة المستقبل. وقطف قد دنا ثمراً، ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في زلتم سبب نجاحنا وعطائنا، ولنا فيكم حقكم من الشكر والعرفان، بدءا من 25 عام قضيناها في خدمتكم في هذا الوطن المعطاء. اليوم مراكز المهيدب تتكفل بعلاج ألم أسنان لكل من لا يستطيع دفع تكلفة العلاج، لأننا نهتم بصحتكم وتشرفنا خدمتكم دوما. خدمتكم إلهامنا. المهيدب، عراقة التميز. طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم خالد بن عبد الله الخليوي، ممن عمل وزار وتعرف على مناشط مكتب الدعوة ودعوة الجاليات في حي الروضة، وأنا أشهد لهم عند الله سبحانه وتعالى على جميل عملهم وتنظيم وترتيب جهدهم، حتى إنهم وصلوا ولله الحمد والمنة إلى أن أسلم على أيديهم منذ إنشاء المكتب ما يزيد على 48,000، بل أنا أقول هؤلاء هم الذين أسلموا بشكل مباشر أمامهم وعندهم، فما بالك بهؤلاء المسلمين، وكم دعوا من آبائهم وكم دعوا من أبنائهم وأهلهم، فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم بعدد من أسلم على أيديهم. أنا أدعو نفسي وأدعوكم إلى أن نستثمر هذه الفرصة مع مكتب الدعوة ومع بقية إخوانهم في المكاتب، بدعمهم بالدعاء ودعمهم بالاقتراح ودعمهم بالفكرة ودعمهم بالمال، والمال عصب الحياة، ولا نستكثر شيئا نقدمه من أجلهم، لأن نقدمه في الأصل من أجل ربنا سبحانه وتعالى. وتذكروا دائما قول الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الكرام أحسنوا أبذلوا، وربنا عز وجل يقول لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل.
قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار. حياكم المشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم وبكل من انضم معنا في حديث الدار وفي هذه الفقرة التي نتكلم فيها ونستضيف ضيفنا في هذه الدار الأستاذ معتوب الحياني مدير أو نائب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بمكة. حياك الله. الله يسلمك ويبارك فيكم. أنا استحفظكم الله يجزاكم خير. يا مرحبا. وبما أنك المشرف العام على ملتقى لجنة التنمية الاجتماعية ممكن الناس الآن خاصة المهتمين يعني يقولوا نحن نسمع في شيء اسمه لجنة التنمية الاجتماعية يمكن نشوف لوحاتها في الحواري وسمعنا بشيء اسمه مركز الحي. ودنا نعرف يعني تفاصيل أكثر يعني ما الفرق بين هذا وبين هذا. نعم الله يجزاكم خير. أولا نشكركم على الاستضافة هذه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. الحقيقة يعني لجان التنمية الاجتماعية في المملكة ومراكز الأحياء في المملكة عندها هدف مشترك، هدفها خدمة المجتمع وتنمية المجتمع. هذا هدف مشترك. لجان التنمية تأسيسها قديم جدا يعني أول وزارة للشؤون الاجتماعية كان تأسيسها في 1381 هجري تقريبا. عجيب. لجان التنمية بدأت من هذا التاريخ في التأسيس 1381. نعم يعني لجنة التنمية مكة أسست 1382 يعني قبل أكثر من 54 سنة تقريبا. الهدف طبعا كان تنمية المجتمع يعني هو كأنه يمثل قطاع ثالث يعني المجتمع يحتاج في تنميته. طبعا القطاع الحكومي له بذل وجهد، القطاع الخاص المفترض يكون لهم بذل وجهد أيضا، وفي القطاع الثالث القطاع الخيري. القطاع الخيري له يعني جهد في تنمية المجتمع. فهذه اللجان هدفها تنمية المجتمع. هل في مجالات معين في التنمية؟ لا مفتوح تنمية المجتمع في الجانب الاجتماعي والإغاثي والثقافي والرياضي والصحي. يعني حقيقة عمل اللجان عمل مميز جدا. المملكة فيها تقريبا أكثر من 500 لجنة تنمية موزعة على أنحاء المملكة، ويعني عن قرب من الميدان حقيقة العاملين في الجهات الخيرية عموما وبالذات أخواننا في لجان التنمية يبذلون يعني بذل كبير جدا لإبراز فعلا التنمية في المجتمعات. جميل. يعني بعض لجان التنمية مجهزة مقرات كبيرة جدا يجي الشاب أو الرجل يقضي يومه من العصر ملعب رياضي صالة مسبح لقاءات ثقافية مثل النادي تقريبا مثل النادي. جميل. جميل. هل تواجدها الشيخ معتوق موزع في يعني مثلا في مكة؟ نعم. يعني هل هي في فرع واحد ولا لا أكثر من جهة أو في أكثر من حي تواجدها؟ يعني حقيقة لجان التنمية في الأحياء موزعة. في مكة كانت لجنة تنمية مكة هي اللجنة الوحيدة إلى العام الماضي إلى 1437 تقريبا أو 36 مع إخواننا في لجنة تنمية الشرائع منطقة الشرائع معروفة في مكة. من فضل الله هذه السنة أصبح عندنا مجموعة لجان جديدة أضيفت يعني في الأحياء. يعني لجنة التنمية في البحيرات في بطحاء قريش في النوارية. نعم. هذه اللي في مدينة مكة. طب هذه اللجان اللي في مدينة مكة هل بينهم رؤى مشتركة ولا كل لجنة لها إدارتها وخطتها وأهدافها المستقلة عن باقي اللجان في نفس المدينة؟ هو الأصل أنه كل لجنة لها صفة اعتبارية يعني مستقلة الأصل. طبعا في مكة إن شاء الله تعالى يكون في تنسيق بإذن الله تعالى بين أخواننا في اللجان، لكن الآن يعني يدوب يعني تم التصريح لهم الآن. في بعض مناطق المملكة يوجد مجالس تنسيقية للجان، يعني مثلا في الرياض في مجلس تنسيقي يضم مجموعة كبيرة من اللجان ولهم وحدة فكرية. وهذا يعني مهمة. هذه يعني يمكن يعني تهون وتخفف الحمل. صحيح. وتجعل يعني الشراكات في سواء في الأفكار في التطبيقات في المشاريع في المبادرات تكون يعني بالعكس دائما في التلاقع مهم فيها. صحيح صحيح. ميزة اللجان لو سمحت لي ميزة اللجان حقيقة يعني في اختيار أعضاء مجالس الإدارات بالانتخابات يعني ما هو تعيين، وتشهد اللجان فعلا يعني منافسة بين يعني العاملين في العمل الخيري للعمل في هذه اللجان علما بأنهم متطوعين محتسبين والبقالة يعني ولا يحق لهم أنهم يأخذون يعني مقابل. جميل. لكن في تنافس حقيقة لخدمة المجتمع. جميل. تنافس الشريف على قولهم. أي نعم. اللهم بارك في الجو. طيب أستاذ معتوق نحن اليوم نتكلم عن الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية وملتقى لجنة التنمية الاجتماعية للجمعيات الأهلية الثاني. هذا الملتقى كانت له نسخة أولى
وحقق نجاح وخرج بتوصيات، وكانت واحد من هذه التوصيات هو استمرار إقامة هذه الملتقيات التي تجمع بين الجمعيات الأهلية. لو أعطيتنا فكرة موجزة عن فكرة هذا الملتقى ومن يستهدف بالشكل الأولي. يعني هو هي الملتقى، يعني نبدأ من حيث انتهيت موضوع الشراكات. كان الملتقى الأول في 1436، كان عنوان الملتقى تنسيق تعاون تكامل. الهدف من الملتقى مثل يعني كل الملتقيات والمؤتمرات، الهدف إيجاد وعي نحو موضوع معين، فكان موضوع الشراكات وأهمية الشراكات والتعاون هو الهدف. كان حضور الملتقى يعني مميز بفضل الله، كان في الفورمت جبل في برج الساعة الفورمت ما شاء الله، كانت المجد يعني راعي إعلامي، وكان في بث مباشر على مدار الملتقى لمدة يومين في قناة المجد وعدد من القنوات نقلت عن المجد. جميل. الحضور مميز، انتهى الملتقى بتوصيات جيدة من فضل الله. من عام تقريبا بدأنا في التحضير للملتقى الثاني، كان فيه مدخلات في ورش العمل لتحديد إطار الملتقى الثاني. جميل. من ضمن المدخلات كان توصيات الملتقى الأول، كانت مدخل رئيس يعني للملتقى الثاني، من ضمنها كانت الرؤية ل2030، يعني كان هي بداية الترتيب مع بداية إطلاق الرؤية مع برنامج التحول، مع برنامج التحول إضافة إلى رؤية المنطقة تنمية الإنسان والمكان. فخرج المجتمعون في ورش العمل، وكانوا حقيقة يعني من مناطق مكة، يعني شارك من مكة ومن جدة ومن الطائف، وكانوا من المشاركين في الملتقى الأول. فطلعنا في الملتقى الثاني هذا بعنوان يجمع المدخلات السابقة، الملتقى هذا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة، العمل الخيري والشراكة التنموية. جميل. موضوع الشراكة هذا طالع من الملتقى الماضي. الفكرة في الملتقى هذا جمع الجهات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية، كل من يعمل في القطاع الثالث الجمعيات الأهلية، جمعهم في مكان واحد للتبادل وجهات النظر وسماع بعض أوراق العمل عن جهود هذه الجهات في تنمية المجتمع. طبعا الآن يعني كانت الرؤية والعمل الآن مركز على تنمية المجتمع، يعني الكل يسعى لتنمية المجتمع. القطاع الثالث القطاع الخيري له دور كبير جدا جدا في تنمية المجتمع. يعني نضرب مثال، مثلا جمعيات مساعدة الشباب على الزواج، أنا هذا كان سؤال على لساني الآن، يعني كم ساهمت في تنمية المجتمع؟ صحيح. هذه الجمعيات لها مساهمة كبيرة جدا جدا جدا، يعني تسمع أنه جمعية مثلا ساهمت في زواج 1400 عريس وجمعية 1000 عريس، هذه تنمية للمجتمع. صحيح. يعني إيجاد الجمعيات الصحية مثلا. جميل. كم ساهمت الجمعيات الصحية هذه في تنمية المجتمع؟ فالقطاع الخيري القطاع الثالث القطاع الأهلي له دور كبير جدا جدا في تنمية المجتمع من السابق، ما هو شيء جديد. نعم. والآن المفترض أنه هذا الدور يكون فيه تزايد. جميل. جمع أصحاب القرار في الجمعيات ولجان التنمية والجمعيات بكافة تخصصاتها في مكان واحد، وأخذ بعض التجارب، نقل التجارب من جمعية إلى جمعية، إن شاء الله تعالى يساهم في سير عجلة التنمية بصورة أكبر. يصح القول عنها أنها تدوير للمعرفة والتجارب؟ في جزء من ثلاثة أجزاء، يعني من أهداف الملتقى في جزء أنه نقل التجارب وتدوير المعرفة في عدة مجالات. في جزء آخر يعني هي كان في حرص عند اللجنة الإشرافية في الملتقى، في الغالب الملتقيات والمؤتمرات يعني نظرية في جزء كبير منها. صحيح. وهذه عادة فيها. هذا الملتقى إن شاء الله نطمع أن نخرج بمبادرات تنموية مميزة. ففي ضمن البرامج وفي ورش عمل تخصصية، بمعنى أنه الجمعيات الصحية الجمعيات الاجتماعية في ورشة عمل ويخرجون بمبادرة متميزة لتنمية المجتمع في هذا المجال المتخصصين فيه. جميل. ماذا عن الفئة المستهدفة؟ يعني من خلال أنتم الآن اجتمعتم ما شاء الله تحت سقف واحد، يمكن يعني عشرات الجمعيات اجتمعت، هل الفئة المستهدفة يعني الشرائح التي تستهدف من خلال الخروج بتوصيات هذا الاجتماع هذا الملتقى هل هي متفقة؟ أنتم الآن ذكرت أنه هذول زواج وهذول كفاءة حق التدخين وهذول رعاية مثلا أسر السجناء وكذا، هل في الأخير في نقاط مشتركة بينكم؟ يعني في عدة نقاط مشتركة. أولا الكل يعمل في التنمية المجتمع، في هذه الجوانب كلها تنمية المجتمع. أما ثانيا في الملتقى، يعني الملتقى يستهدف طبقة معينة من الجمعيات، أنصح التعبير أصحاب القرار.
يعني الملتقى من شروط القبول في الملتقى أن يكون رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي المشارك. المشارك نحن عندنا في التسجيل في رابط مفتوح للتسجيل, لكن ليس كل من سجل يؤكد المشارك. المشارك يعني إذا كان عضو في مجلس إدارة أو مدير تنفيذي. فالقيادة هذا عنصر مشترك بين الجميع, الجميع قيادي يعني في المشاركين. طبعا هذا يثري في المداخلات, يثري في الإضافات, فهم الفكرة أصلا, فهم يكون الفكرة. يعني مستوعب العمل الذي يقوم عليه. إضافة يعني حقيقة من أهداف اللجنة في التنظيم, عندنا احنا في اللجنة الآن الخطة الاستراتيجية تستهدف الشباب, مرحلة الشباب, وعندنا ثلاثة فئات, فئة من 12 إلى 15 سنة, وفئة من 16 إلى 24, وفئة من 24 إلى 30. الفئة المتوسطة هذه من ضمن البرامج الموجودة عندنا وأهدافنا فيها بناء القيادات الشبابية. فالملتقى هذا يعتبر تطبيق عملي لممارسة القيادة, قيادة حشود. يعني الملتقى الأول كان عدد الحضور في الرجال حول 750, يعني تنظيم الحضور والدخول وتنظيم البرامج والالتزام, هذا تدريب عملي على القيادة. يشاركنا طبعا يعني فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة مشكورين بالإشراف والمتابعة, ومركز التنمية في مكة. واستهداف القيادات دائما يعطي الملتقى ارتفاع في الفكر, صحيح, يكون الفكر بصورة معينة. إن شاء الله نتعرف أكثر عن مثل هذه التفاصيل, لكن حابين ننقل للسادة المشاهدين إلى هذا العرض التعريفي عن الملتقى الثاني والذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية بمكة. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. انطلاقا من مبادرة الملتقى الأول للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة, والذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة, تقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة بعنوان العمل الخيري والشراكة التنموية, وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. ويهدف الملتقى إلى إبراز أثر الجهات الخيرية في تحقيق التنمية في مجالاتها المتنوعة, فتح آفاق جديدة في المجال الخيري والاجتماعي, تقديم مبادرات نوعية في التنمية الاجتماعية, تعزيز القناعة بأهمية العمل الخيري وأثره الحيوي في البناء المجتمعي, المساهمة في تحول القطاع الغير ربحي من الرعوية إلى التنموية, حيث يقوم الملتقى على عدد من المحاور التالية: العمل الخيري والتنمية, التأصيل العلمي والمفاهيم, الشراكات التنموية, الواقع والمأمول, أثر العمل الخيري في تنمية المجتمع المحلي, دراسات ميدانية وتجارب محفزة, مبادرات تنموية خيرية, تحويل القطاع غير الربحي من الرعوية إلى التنموية. ويقام الملتقى برعاية رسمية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, يتبعها عدد من الرعاة: الراعي الذهبي وقف سعد وعبد العزيز الموسى, الراعي الفضي مؤسسة آل الجميح الخيرية, مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية, الراعي البرونزي أوقاف محمد بن سليمان المحيسني, الراعي الإعلامي شبكة المجد الفضائية, الراعي العلمي مركز القطاع الثالث للتدريب. وختاما يسعى الملتقى الثاني لاستكمال مسيرة النجاح التي تحققت من خلال الملتقى الأول, وإيجاد نتائج ومخرجات ومبادرات تنموية متميزة لخدمة المجتمع تعزز التأصيل الشرعي لدور العمل الخيري في التنمية المجتمعية, وتعرض وتنقل تجارب متميزة في التنمية المجتمعية للجهات الأهلية, لتكون بإذن الله تعالى نواة خير تورق التنمية في المجتمعات الأهلية والجهات المشاركة.
وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. حياكم الله من جديد. طبعا أحمد الشقاع في الفاصل كان يعني ما شاء الله أعطانا بعض الدعابات كذا يحاول يضحكنا بس ما ضحكنا لأنه نحن في في لقاء جدي. طيب حياك الله شيخ معتوق نسعد بك مجددا. يا مرحبا شيخ معتوق. لعل الحديث عن الملتقى يعني ما شاء الله هو يعني يحدث عن نفسه في يعني ما شاء الله في توصياته في مخرجاته، لكن ماذا عن المعرض المصاحب لهذا الملتقى المشاركين في هذا المعرض؟ ماذا يقدم في هذا المعرض؟ أنا يعني من ضمن الفعاليات المعرض المصاحب. المعرض المصاحب إن شاء الله بيكون افتتاحه بإذن الله تعالى يوم غد بعد المغرب، بيفتتحه سعادة المشرف العام على فرع الوزارة منطقة مكة المكرمة مستشار الوزير الدكتور محمد القحطاني بإذن الله تعالى. المعرض حرصت اللجنة المشرفة أنه يكون موزع ثلاثة أجزاء. في جزء من المعرض خاص بالجهات الحكومية المرتبطة بالعمل الخيري، مثل كيف تكون قدوة. هذا برنامج معلن وكان الحقيقة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة حصلوا في ملتقى ثقافة مكة الثقافي على المركز الأول فيه. جميل. فسيكون لهم معرض إن شاء الله تعالى. مركز التنمية في مكة بالشراكة مع فرع منطقة مكة المكرمة فرع الوزارة يكون لهم معرض بإذن الله. الكلية التقنية يكون لها معرض هدف وريادة لهم معرض، هذا جزء. فيه جزء ثاني خاص بالجمعيات الخيرية نفس الجمعيات. في تقريبا 18 جمعية مشاركة لعرض منتجاتها الخيرية حقيقة. يعني البرامج برامجها خلال الفترة الماضية كان حقيقة الملتقى الأول العرض كان مبهر، يعني ظهرت بعض الجمعيات بمعارض مميزة رغم أنها قد تكون ما هي بارزة على الساحة بعيدة عن الأنظار، لكن عملهم مميز جدا. يعني فيه جزء ثالث المؤسسات اللي تساهم في تطوير القطاع الثالث غير ربحية، يعني في بعض الشركات والمؤسسات مثل القطاع الثالث وتنميات القابضة ومركز قائس تساهم في تطوير الجهات الخيرية بغير ربحي، يعني ما يأخذون أرباح لكن هم هدفهم إنه تطوير هذا القطاع الربحي، فأخذوا جزء في المعرض. طيب هذا الملتقى بحجمه وبالبرامج والفعاليات المقامة خلفه رعاة يدعمون لهذا البرنامج ويقدمون ما يستطيعون بحيث يقوم هذا البرنامج بنجاح وبتألق دائم، لو كانت هناك كلمة لأبرز هؤلاء الرعاة الذين ساهموا معكم وكانوا شركاء نجاح في هذا المشروع. نعم صحيح، لا شك أنه يعني لهم دور كبير الحقيقة. يعني تسمح لي قبل الموضوع هذا، وكالة التنمية الاجتماعية في الوزارة عندهم برنامج ملتقى أيضا ضمن ملتقى مكة الثقافي. الملتقى بعنوان من الرعوية إلى التنموية. جميل. يتكلم عن مواضيع مهمة جدا تهم القطاع الثالث، تهم الجمعيات الأهلية. سيكون الملتقى في مساء السبت من الساعة 4:30 يوم السبت إلى الساعة 8:30 قبل الافتتاح. وتعتبر وزارة العمل شريك استراتيجي حقيقة في إقامة الملتقى، ومن أعظم الداعمين المشاركين في الملتقى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فلهم منا الشكر الجزير. إضافة للمؤسسات المانحة، مؤسسة الموسى، مؤسسة على الجماح الخيرية، مؤسسة الراجحي الخيرية، وأوقاف المحاسني هي جزاهم الله خير، كان لهم دعم كبير جدا. نشكركم على الرعاية الإعلامية للملتقى، المجد راعي إعلامي في الملتقى للعام الثاني جزاهم الله خير. وكانت التغطية في الملتقى الأول يعني رائعة جدا، وإن شاء الله تعالى تكون التغطية في هذا الملتقى مثلها وأكثر بإذن الله تعالى. القطاع الثالث راعي علمي للملتقى، لهم جزيل الشكر والتقدير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أموالهم وجهودهم الداعمين لهذا الملتقى. معالين المسددين أستاذ معتوق الحياني وأنت متحدثا عن الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية. نعم. والذي يشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية بمكة. نعم الله يجزاكم خير. سعدنا بك الله يحفظك. ونحن أكثر سعادة، جزاكم الله خير. أنا بس بين قوسين أرسل تحية للوالدة، الله يسعدها، هي تتابعنا في حديث الدار ولا؟ صحيح صحيح. الله يسعدها، نحن جل تحية، الله يسعدها ويبارك فيها ويرزقها حسن بركم يا رب. الله سعدنا بكم في هذه الحلقة إن شاء الله. غدا مش غدا الخميس حبيت كذا أنت مرسم. نراكم إن شاء الله غدا يوم الخميس وأنتم في خير وسعادة وعافية وصحة. إلى ذلك من حين، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
جزاكم الله. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار.